زي ما شفتوا معانا على شاشة الترند وعلى شاشة قناة الأهلي اللقطات الحصرية لبداية مران الأهلي الآن على الهواء مباشرة من ملعب مختار التتش بالجزيرة والاستعداد لمباراة فاركو غدا. قدامنا ريكاردو سواريش مع الجهاز المعاون، طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ أيضا كمان موجود. الكابتن سيد بيبقى ليه كلمة مهمة جدا مع اللعيبة أول ما بتنزل، خاصة بعد نهاية المحاضرة داخل قاعة المحاضرات في غرفة خلع الملابس. كمان شايفين الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الأهلي رايحين ونطمن على اللعيبة اللي هتنزل أكيد تباعا في ميعاد قدامنا لنزول اللعيبة. قدامنا هو بيرسي تاو، قدامنا كمان رامي ربيعة، الحاوي، وليد سليمان، محمد محمود، محمد هاني، أحمد ياسر ريان، محمود متولي، ولويس ميكيسوني، وعدد من اللعيبة خلاص بتستعد للنزول للمران. قلت لكم يعني 6 إلا ربع اللعيبة تنزل في جلسة كده 5 دقايق 10 دقايق مع الجهاز في الملعب، اللعيبة بتسلم على الجهاز قدامك اهي، وأكيد هيبقى في كلمة من الكابتن سيد، وبعدها مباشرة يبدأ المران الساعة 6. محمد الشناوي، علي معلول، أليو ديانج، بيرسي تاو، لويس ميكيسوني. النهارده كان في كلام كتير قوي من صحف جنوب افريقيا بخصوص بيرسي تاو، لكن لسه باقي في عقد بيرسي تاو 2.5 سنين يعني، فلسه مكمل مع الاهلي الفتره اللي جايه حتى هذه اللحظه. اكرم توفيق اهو كمان موجود في المران الجماعي، افشه، واحمد رمضان، بيكهام، ايمن اشرف، واللعيبه ان شاء الله بتستعد. وزي ما قلت لكم خلاص هيبقى في جلسه دلوقتي والكل بيستعد. طيب في لقطه مهمه جدا كمان زي ما انتم شايفين، يمكن بيرسي تاو واكرم توفيق، اكرم توفيق بيستقبل بيرسي تاو بالاحضان، الروح عاليه داخل الفريق وان شاء الله ده ينعكس ايجابا على الفريق خلال الفتره اللي جايه. طيب ده كان كلام